مساء الخير مشاهدينا الكرام، أخبار الثامنة من قناة الموريتانية وأبرز عناوينها. إطلاق حملة تحسيس في مدينة أطار حول إدماج وحماية طيور الحبارة من الصيد الجائر في الولايات الشمالية. قتلى وجرحى في قصف متبادل على الغوطة الشرقية في وقت تتحدث فيه القوات السورية عن توغلها في عمق الغوطة بريف دمشق. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون: العنف ضد النساء بحث في الظاهرة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته اليوم برقية تهنئة إلى السيدة أمينة غريب رئيسة جمهورية موريس بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. عقد وزير البيئة والتنمية المستدامة صباح اليوم اجتماعا تعبويا بمدينة أطار حول إدخال وحماية طيور الحبارة من الصيد الجائر. وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج أعده قطاع البيئة والتنمية المستدامة بهدف حماية طيور الحبارة من الصيد الجائر على مستوى الولايات الشمالية ووصول أعداد معتبرة من هذه الحيوانات إليها. ترأس وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد عماد كامرا اليوم بدار الشباب في مدينة أطار بولاية أدرار اجتماعا تعبويا حول إدخال وحماية طيور الحبار من الصيد الجائر في ولايات أدرار وإنشير وداخلة وذيب وترس زمور التي تتوفر على مقدرات سياحية معتبرة تجب حمايتها والمحافظة عليها. وخلال هذا الاجتماع نبه وزير البيئة والتنمية المستدامة في كلمة له بالمناسبة إلى أهمية هذه الطيور في خلق نظام بيئي متوازن، مضيفا أن هذه الحملة تدخل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز المتعلقة بحماية هذه الكائنات الحية من عبث العابثين خاصة على مستوى ولاياتنا الشمالية. ودعا وزير البيئة والتنمية المستدامة الجميع من سلطات إدارية وتنظيمات مهنية ومجتمع مدني ووجهاء منتخبين إلى تعاضد الجهود من أجل إعادة إحياء وسطنا البيئي من خلال احترام التشريعات والنصوص المعمول بها في هذا المجال والتحلي بالمسؤولية في التعاطي مع مكونات نظامنا البيئي الذي يلعب دورا محوريا في حياة السكان. وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة سيد عماد كامرا أن هذه الحملة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حمد آل بطي الإماراتية ستحظى بمتابعة من طرف المصالح الفنية التابعة لقطاعه وكذا السلطات الإدارية في الولايات المعنية. هذا وقد أطلقت مؤسسة حمد آل بطي الإماراتية في إطار هذه الحملة 204 طيرا من الحبار في منطقة بئر مقرين خلال الأسابيع الماضية كمرحلة أولى، وستطلق 2250 فردا إضافيا في الأسابيع المقبلة كمرحلة ثانية من هذه العملية. نظم اتحاد قوى الأغلبية الديمقراطية صباح اليوم في مقاطعة دار النعيم تظاهرة سياسية وضح فيها الاتحاد الذي يتألف من عدة أحزاب سياسية هدفه الرئيسي المتمثل في دعم ومساندة برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. خلال هذه التظاهرة أكد حزب المؤتمر الشعبي مساندته لهذا التوجه والمسار، معلنا مشاركته إلى جانب هذا الاتحاد في دعم وتثمين ما تحقق من إنجازات تنموية كبرى في البلاد في مختلف المجالات. التظاهرة تميزت بحضور العديد من قيادات الاتحاد ومناضليه الذين أوضحوا في مداخلاتهم أهمية هذه المكاسب المحققة داعين إلى الانسجام والوحدة الوطنية بعيدا عن المسلكية الضارة بالمجتمع. رئيس اتحاد قوى الأغلبية الديمقراطية السيد أحمد ولدومان أوضح في كلمته بالمناسبة أهداف هذا الاتحاد.
اتحاد احزاب الاغلبيه هو مجموعه من الان من 16 حزب من الاغلبيه نشأت. لماذا ارتأت هذه الاحزاب مجتمعه ان البلد ان السلطه في البلد بقياده الرئيس محمد عبد العزيز اقامت بالعديد من الانجازات والمشاريع، وبالتالي رأت مجموعه من الاحزاب الوطنيه ان تتكتل في اتحاد قوي هدفه ترسيخ الديمقراطيه، دعم ومحافظة على المكاسب الوطنية اللي تحققت، تعريف المواطن بالمشاريع الكبرى وبأهميتها التي أنجزت لصالحه، لأن حين نتحدث عن مشروع مثلا كأفطوط الشرقي مثلا لا نتحدث عن مشروع مائي عادي، نتحدث عن مشروع لا ما يساهمه في القضاء على دود بروت المعروفة تقليديا لا يقدر بثمن ولا يقدر بكل ما يساهم فيه من الاستقرار من توفير الماء الشروب لا يقدر بثمن، كذلك المشاريع الكبرى كالظهر وكغيرها. اليوم تعززنا فعلا ما في الكلمة المعنى بحزب المؤتمر الشعبي اللي هو نخبة من الأطر الوطنيين اللي سمعتوا أساس شعارهم المحبة الأمن السلم الاستقرار. هذا حزب احنا وإن كان ما كان في صفوفنا يا غير نعرفه جيدا، نعرفه من خلال رئيسه الأخ محمد البيدي. مشاهدينا في ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون العنف ضد النساء بحث في الظاهرة. أهلا بكم من جديد. نظمت جمعية معا للخير مساء أمس بنواكشوط أمسية فكرية تناولت ظاهرة التسول في المجتمع الموريتاني والعلاجات الممكنة لها، حيث تناولت مداخلات هذه الظاهرة من جوانبها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، فأبرزت الموقف الشرعي الرافض لهذه الظاهرة وكشفت العوامل الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في انتشارها. كما قدمت المداخلات مجموعة من المقترحات والحلول التي ستساهم في الحد من التسول وخلق روح المبادرة في أوساط المتسولين. الأمسية شهدت حضور عدد من الأساتذة والمفكرين ورؤساء الجمعيات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني. أقامت منظمتا موريتانيا أولا ومنظمة من أجل التنمية أسبوم الليلة البارحة بالعاصمة حفلا لتوزيع جائزة الأم المثالية على 59 امرأة و11 رجلا. يستفيد من هذه الجائزة التقديرية أمهات الأسر والرجال الذين لعبوا أدوارا مثالية في مجال تعليم واحتضان ورعاية الأطفال فاقدي السند. وأشادت رئيسة منظمة من أجل التنمية أسبوم السيدة السيدة من تخيارهم بالحضور المتميز للنساء في هذه المبادرة الأولى من نوعها، وأضافت أن المستفيدين من الجوائز ساعدوا في تعليم أجيال تعليما صالحا يعود إليهم بالنفع وإلى المجتمع بشكل عام. ومن جانبها وضحت منسقة مبادرة موريتانيا أولا السيدة هندو متعينين أن هذه الجائزة تعتبر اعترافا بالجميلة لمن قدم الغالي والنفيس ليسعد الآخرين وتعم الفائدة على المجتمع. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، نشرتنا متواصلة ولكن بعد فاصل قصير. الملفات الإخبارية تتابعونها كل أسبوع في نشرات الأخبار على قناة الموريتانية. تمر الأيام وتمضي الليالي حبلى بمجريات الأحداث على مدى سنة كاملة. يختزل يوم 8 مارس كل تلك الأحداث وحيثياتها، خاصة ما يتعلق منها بالمرأة. يصبح 8 مارس ظرفا زمانيا وموعدا ثابتا يرتبط ذكره تلقائيا بالمرأة، تخلده كعيد في جميع أنحاء العالم. الإسلامي الدولي حول مواجهة الغلو والتطرف العنيف يأتي في سياق الحملة الوطنية التي تقودها الجهات المختصة من أجل حماية المجتمع وترشيد شبابه. معالجة المهنية لمواضيع مهمة تأتيكم ضمن الملفات الإخبارية كل أسبوع. أهلا بكم من جديد. نظمت كتلة الإصلاح الأدبي مساء أمس بنواكشوط أمسية أدبية وفنية تحت عنوان عناق الأدب والفن. قد تميزت فعاليات الأمسية بحضور العديد من الأدباء والكتاب إضافة إلى جمهور عريض من أهل الثقافة والأدب. رئيس كتلة الإصلاح الأدبي السيد زكريا ولي العالم أكد أن
هيئته ستظل راعية وحامية لكل أنواع الإبداع في مجالات الشعر والفن نظرا لما تمثله من تراث غني وزاخر. الأمسية تخللتها مداخلات شعرية وأدبية إضافة إلى وقفات موسيقية مع فرق فنية أنعشت السهرة. مشاهدينا، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي مساء اليوم عبر شاشة قناة الموريتانية القرعة الخاصة باختيار حجيجنا للسنة الهجرية 39400 وبإمكانكم مشاهدينا متابعة وقائع القرعة المذكورة بعد نشرة الأخبار باللغة الفرنسية ابتداء من الساعة 10 قبل منتصف الليل بإذن الله. أكدت وسائل إعلام دولية أن عدد القتلى جراء القصف المتبادل على الغوطة الشرقية اليوم ارتفع إلى 9 قتلى، في حين تحدثت القوات السورية عن توغلها في عمق الغوطة بريف دمشق وسط معارك ضارية وقصف مكثف وفق ناشطين. وذكرت المعارضة المسلحة أنها لا تتفاوض مع أي جهة بشأن الخروج من المنطقة المحاصرة. قال ناشطون إن الأوضاع ساءت إلى حد غير مسبوق، حيث لا يمكن انتشال الجثث من تحت الأنقاض، كما لا يمكن دفن الجثث في المقابر جراء القصف العنيف بالطائرات والمدافع والراجمات. كانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن استعادة القوات السورية ما يزيد على 50% من مساحة الغوطة الشرقية، حيث تمكنت من عزل مدينة دوما عن مدينة حرستا وعزل المدينتين معا عن باقي مناطق الغوطة، فضلا عن تقسيم الغوطة الشرقية إلى 3 أجزاء. مشاهدينا، يعتبر العنف ضد النساء أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ويأخذ هذا النوع من الجرائم أشكالا متعددة منها الجسدي الجنسي والنفسي. ملف النشرة يستعرض هذه القضية تحت عنوان العنف ضد النساء بحث في الظاهرة من إعداد ميمة محمد أحمد. طالما تباهى الموريتانيون بالمكانة التي تحظى بها المرأة في المجتمع، تلك المكانة التي وضعت أسسها تعاليم الإسلام ورسختها التقاليد. في هذا السياق ظلت النساء الموريتانيات في ركنهن المكين مصونات الحق مهيبات الجانب، إمساكهن بمعروف وتسريحهن بإحسان. لكن مع الأيام طرأت أحوال غاب عنها المعروف وحلت الإساءة مكان الإحسان، ورصدت شرائم تم ارتكابها ضد النساء ممن أخذنا منهم ميثاقا غليظا. في الحقيقة نحن شاهدنا مؤخرا حالات قتل، حالات يؤسف لها متعددة الأسباب، وفي الحقيقة هي جرائم كبيرة. أعتقد أن أو متأكد أن المسؤولين عنها أو المذنبين والمجرمين بحقها نالوا جزائهم، وكانت السلطات المعنية بدرء الجريمة كانت حاضرة وفي الوقت. نحن نعلم بأن مجتمعنا اللي هو المجتمع الموريتاني مجتمع حديث عهد بالمدنية، ومجتمع حديث العهد بالخروج من مرحلة المجتمع التقليدي. مجتمعنا وجد نفسه يصارع تيارات من العولمة تحمل ثقافات واردة بعيدة كل البعد عن ثقافة التي تربى عليها والتي عاشها المجتمع الموريتاني قرونا وقرونا. وهذا في الحقيقة كان المجتمع ناقص للثقافة، هذه الثقافة ما تتعلق بالعولمة وكيف نتصدي للعولمة. وكان من الأولوية عندنا أن نسلحه بالقيم اللي تخليه يصدى لهذا الإعلام الوافد، يأخذ منه الطيب وينبذ أو يدير ظهره للقيم الغير مرغوبة فيه. باتت الجرائم المركبة تحتل بشكل لافت عناوين الأخبار، وفي التفاصيل ضحايا لم يتجاوز بعضهن سن الطفولة وريعان الشباب، في مشهد دفع المتابعين إلى دق ناقوس الخطر حتى داخل البيوت. الاقتصاب يعود من أفراد الأسرة اللي في البيت، وتعود الطفلة قاعد تتعرض يوميا للتحرش، وعقب يؤدي لها ذاك إلى الاقتصار، وهي ما قد قاعد تعبر عنه ولا تقوله، ولقاتها باحت به هي وقاتها للأسرة، لا هي تعود الأسرة تختار تتكتم عليه، إياك ياش إياك ما تخلق فم فضاحة، وين قال هذه من تفلان خلق لها اقتصاب والله خلق لها
هذا وتعود ذاك مولي لا يؤدي لها هي محسب نظرتنا احنا للمجتمع لا يؤدي لها هي على انها لا ينقال هذه الطفله اقتصبت ما تلات لا تتزوج ولا تلات لا تقد تعيش حياتها وهذا هو اللي يؤدي على ان المشكله تم متفاقمه بشكل فظيع بدون علاج لها علاجها شنو؟ علاجها اللي كشف هذه القضية وتحسيس الأسرة والأم تحسس أختها وخالتها وقريبتها أعلنها وتحسس بنتها هي من نفسها وتوعيها أعلن التحرش يؤدي إلى الاقتصاد ويلا يعود فم حاجز بين المرأة والرجل. في مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تنضم قضايا العنف ضد المرأة إلى قضايا أخرى في مسعى لتلمس الطريق نحو العلاج. ما يخصنا في قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة هو الحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، أو بعبارة أخرى اتباع مقاربة وقائية للحيلولة دون وقوع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. ونحن في القطاع نعتقد بأن هذه المقاربة لن تتأتى إلا من خلال تعظيم نسبة الوعي الاجتماعي والوعي المدني عند المرأة الموريتانية ومن خلالها عند الأسرة الموريتانية، بث ثقافة حقوقية عند الطرفين عند الرجل والمرأة لكي لا يقع اعتداء أحدهما على الآخر، كذلك تبصير الرجال والنساء على حد السواء بالنصوص والمنظومة القانونية التي تردع مثل هذه الحالات، كذلك نحاول في بعض الحملات الإعلامية والتحسيسية التي نقوم بها بين الفينة والأخرى في هذا الصدد أن نبصر الأهالي بخطورة ممارسة أشكال العنف ضد المرأة وتبصيرهم بالنصوص القانونية والقوانين والمراسيم الموجودة التي تجرم مرتكبي العنف ضد المرأة. يحتل المجتمع الموريتاني موقع الصدارة على مستوى التفكك الأسري، وظل حتى عهد قريب يحتضن هذه الظاهرة في كنف التكافل الاجتماعي، لكن مقاسات الحياة العصرية غدت أضخم من عباءة التقاليد، فقذفت بضحايا الظاهرة نحو مواجهة غير متكافئة نتائجها محسومة لصالح العنف ضد النساء. هو العنف الموجه للمرأة ما هو لا العنف الجسدي ولا العنف الجنسي ولا العنف اللفظي، فم عنف آخر من شكل آخر، فم عنف لين تطلق امرأة طلقها رجل عندها منه عدد من الأطفال ويتنازل عن نفقتهم يتنازل عن كسوتهم، فم عنف لين يتنازل رجل عن لأنه يسجل أوراقه في الحالة المدنية، فم عنف لين يتنازل أيضا رجل عنه يقبض أولاده ويتكفل بيهم ويتابع دراستهم ويساعدهم على أنهم يدرسوا. هو يقد يمشي ويطلقها باللي الطلاق شرعي ويقير ما يتخلى في الوقت اللي ما يتخلى الأب عن مسؤولياته، يا الله إلا يمشي عن المرأة العلاقة ما هي بينه هو والمرأة، العلاقة يلا تتعود ممتدة بينه هو هذا الأطفال خالق من الأسر اللي يعود متكتم عليه القضية وعودوا يقولوا ولا تركني يمشي عنهم بوهم وخلاوا لأخوالهم يربوهم يقير ذاك ما تلا ورقة دي صح به اللي الأسرة عادت لا حكم عنها الأم والاب والاطفال ما تري قد يعود فم زياده ثانيه طرف اخر بي لي الطرف الاخر مشغول هو قاعد بمشاكله هو من راسه معناها انه ما هو مستعد لمشكله ثانيه تنطرح عليه. شون العليات شاكي من الرجال اللي واحده عندها شاشره ما عندها باش يخلوا لمية ما تشتغل ولا عندها لا ما عندهم شويه ما عندها تركته ما تزرقهم يا ما عندها لهم شيء وعود الراجل متقلب شور ما ادخره راهو يعطي الفاضه هوك وراه يهيش الفاضه هو تركته ما كانوا يباتوا في الخلا كانوا يتعشوا وكانوا يتقدا تصبح المراه هون داخل مأزق متين. بالنسبه لنا احنا كقطاع ندخلوا اساسا على مستويين، المستوى الاول هو الوساطه الاجتماعيه، والوساطه الاجتماعيه هي كانها المرحله الاولى، وهاي المرحله الاولى لين تجي مراه شاكيه من راجل وعندها معاه مشكله اما يعود طلقها واما ما طلقها، ودائما المشاكل تعود على اساس النفقه والحضانه. فم شيء قال الوساطة الاجتماعية لأن كما قلت لك عن الوزارة عندها إدارة مركزية قالها إدارة النزاعات الأسرية، وبالنسبة للمنسقيات الجهوية على كافة التراب الوطني فم خلايا نزاعات أسرية وهذه الخلايا مسؤولة عن ذيك الوساطة الاجتماعية، والحمد لله عن ذيك الوساطة الاجتماعية دائما تجبر نتائج تم على ذاك المستوى على مستوانا نحن في المنسقيات وفي الوزارة تم معالجة ذيك المشاكل وتم
إيجاد لها حلول وإيجاد لها اتفاقيات والحمد لله جهد الحالات لأنها تم حلها. بعض الحالات اللي تعود عندها أطراف مثلا في الداخل وتعود في الخارج مثلا وتعود نحن كإدارات جهوية استعصات علينا والله ذيك مشكلة متعلقة بالنسب والله متعلقة بأمور قضائية لا بد من القضاء يتدخل فيها تنحال الوزارة والوزارة تحيل الجهات المعنية. يا قاري لحالتها الجهات المعنية ما تتوقف مناصرة الوزارة للمرأة عندها التابع ذيك المرأة وتمشي معها لشور القضاء وتناصرها ومعند فم محامي متكلف بها وتم تابع معها القضية لتفوت تجبر هي حقها. تؤكد التقارير الدولية تنامي العنف ضد المرأة وظهور أنماط جديدة تختلف باختلاف أحوال البلدان وعاداتها الاجتماعية وترتفع الأصوات الداعية لتحين المقاربات لمواجهة الظاهرة ودرء مخاطرها. مشاهدينا الكرام ختام النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. إطلاق حملة تحسيس في مدينة أبار حول إدماج وحماية طيور الحبارة من الصيد الشائر في الولايات الشمالية. قتلى وجرحى في قصف متبادل على الغوطة الشرقية في وقت تتحدث فيه القوات السورية عن توغلها في عمق الغوطة بريف دمشق. وفي ملف النشر الليلة تابعتم العنف ضد النساء بحث في الظاهرة. مشاهدينا الكرام انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل، إلى ذلك الحين في أمان الله.